الحمد لله الذي أنزل القرآن على قلب نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وجعله هدى للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الناطقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله أنا لي المقدمة دي مقدمة يرهر كتاب كذا قليل خصوصا أصل التجويد لما بادئ لي سوحي تهيئ وحكامتي حكمي وأنك إلهي سبحانه وتعالى نبي نقصد جي صلى الله عليه وسلم نبي الزمن كيسي مركا أما لغة دي أي كهذ جرين قريش لغة فصيحة هي هذه الإسويدية ذلك قار كإلهان زمن النبي صلى الله عليه وسلم تجويد وحليلة مجري كعلم إهان تجويد هو الله وقيم قيب وقيم علمية أما نظرية قيب نواقيب عملية علمي قاسية نظري قاس كل أغن كيس أما كل واقد ديس قيب تاس عملي قاه وهجري قرآن أن تجويد لهين ما يسن أخر النبي يا أصحابتي صلى الله عليه وسلم، لأن الله رب العالمين تجود مقصود فيه، لكن قيبة العلم لا نظري لا مو سنجرين لأن الله مباهنين سيدا أن الله مباهنين علوم اللغة لغو إلى لي سيدا نحو ذوك لي إذا ممكن النبي لما أقول مفاعلي مفعولي مرفوعي منصوب منا لما أقول حيل لو ما بهنا انا وح افك قلده يا مجرم مركي يتبرق يدم به او اسلام هو واسع نقضي او دوله بدن عجم ما امم بدن عجم ايش سو قال الاسلام وعربتي يو عجمتي ايش لحق شيء هيا خلدات فربنا هلكا كيمد تسرب بعد عي اللغات هي markaas loo baahday culuumtan lagu ilaalinayo ama lagu celinayo asalka ay culimadu ay markaas tadwiiniyeen markaas awgeed ahkaamta lagu sheegayo hadda ee nadariga ahkaam nun saakina ahkaam tadwiin kharij al huruf sifat al huruf iyo wax la mid ah kamida min abwaab al tajweed kaanawin ilmiyya ma isan ujri fi zaman al nabi sallallahu alayhi wasallam li'annahu la hajat عجل لو ما بال كما هو الحال سائل العلوم علوم تكون بديدة تساسو ولغو إلى لنا أيو أصل الكتاب والسنة مركا ساس أيان عندنا أورن كرين تجويده مؤهين وحجرين مؤهين قرآن أن تجويد لهين لما أقرنين قرآن أن بلا تجويدنا ما أصحي قبل يعني نينكي أخرين وانو إمن دونتا قرآن كبلا تجويد نينكي كو أخرينا سوى أودي كرين كو أخرينا ما أبرتنا وهذا أدن بابا يا سيدان وشيخ إمام ابن الجزري الحافظ ابن الجزري وهل كان أنه عبدين دور دادبا كهذا نضيب عليه حتى ولو علمي بهلون اسمه الرما نوع عاسو يري تجويد هو واجب ما هي وحساس على شيخ شيري لكن هو قول ساقط للغاية قول آدي أذو الأحسن وأن قيمة لها ويان عدو دونها عكسو بحق قول كاس لأن القرآن كان تجويد لغو أغنى المعاني يسوى أن يسوى أنه بلا مخارجتها الأغنى هذا كأف عربي قوة ذنينها دوي ما دو بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح دوي إذا قال الله ما صرف مثل دول الخليج هدويرة ولا الظالين والضأب الساخر
مثل ما يجي سومالي غير المكذوب يصير، هذا هو عدم التجويد كاس الأجيلة. ما صحيح في القرآن سرار الذين القرآن هم صحيح، إذا جاء نصر الله القرآن هو صحيح. فتجويد هو سيدي خلطات كاس لغة إلى لله حروف القرآن فنكي إلى لوم بهنا سوق هكذا مركب حلو بهي وحول أحلاقنا مركب بهي القرآن إلهي بها تلمامي في كتابه نصا صريحا قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قرآنا عربيا بلغ عربا القرآن العربي يقتضي التجويد. من قرشي أهدي بدو مغلله قال قائل منهم قال قائل والله ما يفهم ما قرنا يعني شو هذا محوكة تجنيك قال قائل لله هذه القرشي ذي أقرضها محوكة تجنيك صفة القاف بكتها وهو التفخيم الحرف القاف مفخم قا هدوسا قال قائل أرن هو ما يفهم حروفته مخارجته إذا ما لسكني صفات صفة الحرف حرف كوينين تيسا تفخيم كيسا هي ترقيق كيسا هي معناها بعض المرات بدلها مثال كان سومالي ذا يقول سومالي يعني كل شيء يجبني كلمات سكو مدأة سيدا ضد ضد أخرى حد يلا بيقوا واسكو اللي قالوا يا سومالي لكن هذه اللي هي ضد بمعنى غط تقول ضد هذه اللي أنا بمعنى ضد بشر حكى لدوي حكى لدوي صفات كذا نفس المخرج لكن صفات كذا كذلك دولت هي دولت ويدو شيء دي أرضي ويدو شيء مكان الله بمعنى أهم حاجة معنى هذا دي أرضي ويدو شيء محل الجد وكثير يعني كلمات فربما وبرغور أن شمسي لي جدا جدا أرمها سكو سابسا حيث تسنيسا إن حرف صفات كي سلقته تفقيما وترقيقا حتى معناها هو بدلك رب مركز صفات الحروف واجب إلا برضو نكيرا واجب ما هسك ما يشوك كان يدين ثلاثة كذا مركز يعني المصيبة واحدة عيسى مركب قف ويعني أرمنو عاسن لا مصادر ضد علماء مساس أي كان تاسع دبات كيني ما يعني وقول ساقط عنه بهنين بلا نقاش ما يحتاج أن يناقش أصلا يعني كان التجويد دو ما بنا ما تجويدكم الواجب ماها ما بقرنا معنى التجويد هذا معنى التجويد قرنا يسمى له أي نعم تجويد هو مراحل دي وجد تحقيق التجويد إن أدو قرحي أو أصوات لو أقري أو كذا ممكن في هذا الليلة هو من باب الاستحسان كل بين القرآن كسيها الأجس وتسيق الحسد أجر كاكو سيب بديه لكن أصل التجويد لو بهنا نكي لو هذا وننا نقرنين إيش التجويد إن شاء الله وحان تفصيل كبحان حندونا مركي أنسو قارنو قول الناظم رحمه الله والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم. كتاب كان وحاويا المقدمة ليلة مقدمة الجزرية المشهور كتهي نسبة إلى مؤلفها الحافظ محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزرية رحمه الله حافظ وها إمام كان جليلة حافظ ودرجة الحديث و يعني درجة الحديث هو كاري في الحديث كان حافظ وله مؤلفات عدة أيولية هو مشهور سن كتاب الليلة حسن الحصين أما وانكسو قابيو الليلة عدة حسن الحصين والشوكاني والشرحي يعني باعه في الحديث وكان عالي جدا كان من الأئمة الحفاظ وها القرآن كان هدي وحابوي محقق وهذا الفن بالليل فن كست محقق قليه مكث محقق فن التجويد وابن الجزري رحمه الله سقى يعني لون نسبه تحقيق هذا الفن زمن كيسي سيرا تسعتان بوا حول انتي سديد بقول يصدح يصدن كي نوعا ما متاخر بو المدي هو الشاطبي يقدم بي مركه وكفائده السيد لا
dhammaan culimmadii hore alliftay kutubtii ay alifeen iyadoo muujaz uu soo koobay. Marka muqadima maxaa loo yidhi? Waa horrhig weeyaan. Hadee horrhig waxay u tahay siduu sheegi doono kii doonaya inuu qur-aanka barto, marka sujuudku muqadimu u noqonayaa, ogolbuu u noqonayaa si uu u dhex galo. Wuxuu sidaasoo kale muqadimo uga dhigay kitaab uu alifay oo qiraa'aadka ah, oo kitaabka hadda ugu jaamicsan ugu weyn leeyahay qiraa'aat alcashr wa tayibat alnashr. tayibat alnashr waa kun bayd ah oo uu alifay baa jira imaamka naadimkani raximahullah. Muqadimada naftirkeedu uga dhigay muqadimo uga dhigay fi tajwiid, waa meesha uu leeyahay wahaa ana muqadimun calayha فوائدا مهمة لديها كالقول في مخارج الحروف وكيف يتلى الذكر والوقوف. مركز شير مخارج الحروف 17 على الذي اختاره من اختبر. مركز مقدمة ذني كتاب كميك الرئيسي وتضمينا نظم يسيكو درسدي مثل مركز نظم يألفي ومقدمة ذن كسر لحبحي وقار أصول صالي لفائدتها. أدو أنت هذا بدن أحكامته هذا هل كان أنت هل كان كل حسنه أبواب زيادة واجهته، لكن نحر كذا وحي وقري كتاب قاعدين شيء جيو طيبة النشر الليلة جامعة قراءات كتبان كورن كوبي لونس بيو العشرة الكبرى مركز الليل، يعني تبانك قراء أما تبانك قرو وحي أهل الفن يقول كلا سعران العشرة الصغرى هي العشرة الكبرى. عشرة الصغرى وحيو جيدان تنشاطبها هي درد أي كوبت درد لو كتاب الجزري أوليها شاطبه أولي أن تضبوها صدح ذو قطر ابن الجزري مركا وحال إسلي لها العشرة الصغرى بلهم العرب. طيب هذا أنت أي كوبتين وحال إلى العشرة الكبرى مركا كبرى محيكوها كل غطين، لأن شاطبها هي درد قارئ كاستلم الرابوين راوي كستنا هل طريقوا مثلا نافع وقارئي لبدي يصير راوي وورشي يقالون قالون أبو نشيط كليوك قاتل مثلا الشاطبي ورشنا أزرق كليوك قاتل يعني أو طريقة، بينما طيبذوا عن كل راوي لبا هذا ويفتها ذكرا أفر، يعني راوي نفت الكيسي أي لبا طريقة أما أفر طريقة. وماشي مرك ابن الجزري ليه في الطيبة باثنين في اثنين وإلا أربع فهي زوها ألف طريق تجمع طرق فربضان بكل مسي ساس أوجد بقى وحلوه لها داد مقاش اصطلاح العشرة الكبرى مرك الأولية اصطلاحها سحلوه جيدا وتبنك ابن الجزري رحمه الله وكتاب كيس الطيبة النشر وكشه. طيب إن شاء الله نشرع في قراءة النظم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه، وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات أو لينطقوا بأفصح اللغات، محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا، لضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء يدانيه لظهر أدخلوا.
والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثان العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. باب الصفات. صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين الإخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط قض حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين باطن استطيل. طيب قال الشيخ رحمه الله يقول راجع عف رب سامع محمد بن الجزري الشافعي يقول راجع عف رب سامع يعني ربك سامع عفوك سكير رجيني وحلي هيو محمد بن الجزري الشافعي محمد بن الجزري محمد ومقع عيسى والجزري نسبة إلى بلده أو إلى فخيدته أو إلى قبيلته الشافعي مذهبنها مذهبتي سنة شافعها محورنا يا إمام كاسي الحمد لله لله الحمد حمد يما هد إليها بأسكاله وصلى الله الله أنا حليه قصليه على نبيه الله قصليه على نبيه ومصطفاه محمد وآله الصلاة دي تفسيرها هل فسره سبحانه وأنا حريصه لكن مركز نبيه قصلينا يشعب صمالها وبدل نبي جينا حريص جينا بدل يدوشي سهاتي مركز ليه يعني وحليه ولا قف يعني لأن أنا حريص في اللغة العربية رحمة إنه وكرتها دي هذا نيرا قال النبي رحمه الله هذا نحن موسى الأرم لكن هذا ليس مقام الأنبياء مقام الأنبياء الصلاة الصلاة عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال النبي رحمه الله آتي لهذا هذا يسجد يضطك كلي باركتي المؤمنين عامة المؤمنين أي ذرتها سأتك سنت إلهي المسلمين إلهي نبي قصر يعني الصلاة هو مقام الصلاة المؤمنين توحير أولئك سيرحمهم الله لكن النبي يوحير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مركز لفظ الصلاة دي معنى الله لو ترجمها وصحة لبمله لكن سيدة هدوية هاي النبي قال حريسي نبي قال دوشي ساعات تلفونك واش حرمه بسم الله مركه وصلى الله وسكده الله قصلي نبي سي محمد هائي ومصطفاه محمد وآله إن الله قصلي وصحبه يا أصحابتي سوى مقرئ القرآن إن الله قصلي ويان وتبعا لهم مع محبه مقرئ القرآن القرآن كمقرئ أقرني يا مدد كبري مقرئ هذه ليلة في الإصطلاح أهل الفن وانك درجة الإقراء هي أخرين هي بريدة ذاتك قارئ نكاسا مقرئ ليلة هذا سكا أخرين هي قارئ هذا قارئ قارئ هي مقرئ مقرئ كسر في إصطلاح هذا الفن الشيخ المقرئ هذه الليلة وحبه ودرجة كبيرة مركا مقرئ القرآن لها يعني قصر لي تبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم هي مع محبه محبه سجع المقرئ أما مع محبه محب القرآن القرآن كان جعل انتهى دعادي إيو حمدي يصلي النبي عليه الصلاة والسلام كبعد وبعد انت كذب إن هذه تن أو تنتهي مقدمة وهي
فيما على قارئه أن يعلمه في الذي فيما أي في الذي ماذا سأل الذي بكب عبرانتهي فيما أي في الذي على قارئ القرآن هل كوح قدرا فعله وجب على قارئ القرآن فيما في الذي وجب على قارئ القرآن هو واجب قارئ القرآن كأقرني أن يعلمه إنه أغاذه أما أوبرته إذ عليه واجب بيهاتي عليهم قواسي القرآن كيني أقريان دونه واجب ومحتم وأن ولقى هذا الكريم وي قبل الشروع أنت يسين قد قال انقرضة هي أخر أنت أولا هر نقمة أنت هنا قد قال مقرضة أن يعلموا إن أقادان وبرته مخارج الحروف حروفة مخارج تيدا ماشي أي حروفة قصوى بحيش هي وصفات حروفة الصفات كيدا حرف ورثة مخرج بوليها وقصوى بها حرف قستانا صفو ليها وكالكالك قدوين مخارج الحروف والصفات ليلفظوا أو لينطقوا شيء نواقان ليلفظوا نواء إسلامية بأفصح اللغات أفصح اللغات واللغة العربية أي اللغة العربية ولكن سي مخارج تيدي صفات كذي وذا توال يعني هذه لغة عربية أي سن مخارج تيدي صفات كذي أي سن وذا النين الملكة عربية وذي ويكب حيسا هذه دوانا بعربية ما كوشت ولكن عربية وذي ملكة ويكب حيسا يلفظه بأفصح اللغات محرر التجويد حاليه تجويد كقوى تحريريي بمعنى تحقيقي والمواقف مواقف تماشى لو استاغي ماشى قبل لو القرآن هو التحقيقي عليه لو ان كاسبرتي خارج الحروف والصفات سي اي افصح اللغات والنواقا حال ايه المحرر التجويد تجويد كقوة تحقيقي هي والمواقف لها مواقف تاه لو باللوض اما لو استاغو اما قبل لو لبدبه وما الذي أيوة محرري كذلك ما الذي رسم في المصاحف ما الذي كي رسم في المصاحف مصاحف تلقوا الرسمية بل وقر يعني قرال في المصاحف العثمانية اللون اسمه سيدنا عثمان رضي الله عنه زمن كي سيدنا كيسي بل وقر هو تحقيقي حاليه مركة علم الرسم وعلم واسع من هذا اللوجي أما ناظمك أمجي إلا وضع برتي أنت مهم كأه تابا كرت تجويد كأيو كهضلي من كل مقطوع مركالك هو وما الذي رسم في المصاحف هي مصحف كالو رسمي أما لو قري عليه قوة تحقيقية ومن كل مقطوع كأه هذا يمدها كالقوي وموصول اللحذية بها بتلك المصاحف مقطوع أي موصول كأيو جيدا مقطوع يا موصول وسيدة نوع من دونتا وحروف أما كلمات مصحفك كلمات اسكو ضمدة أو اسكو دواقة وانكال الدوانين لكن لقال كودي كالدوانية هاي قار ذاك القوي قار الحريري يعني سيدة كلمات ده فيما في سورة البقرة نبصح حكوك لجرتها في سورة البقرة فلا جناح عليكم فيما فعلنا فيما تنهر وحرير سنتا او يا ذا يميمك وسلاح ريزيه او يا ذا يميمك وسكو درين فيما ويقري صفحة هذا السوق قد تستنى بعد فلا جناح عليكم فيما فعلنا فيما يدي اوهي لكن ولا كالسوق ولا كالكوي فينا قرب الاقري ما نقرب له تاسن واحد يرسل تاي تنو وقال بعد حين أقول من دون تماشى وكل شيء دونه ثاني فعلنا ما يشقوله طلبات وقال بعد يا كل قوي ده صحابة القرآن كخوري زمن كي النبي زمن كي سيدنا عثمان رضي الله عنه وكي القرآن كلا قوري مصحف لا قوري أنتي كلنا اللي يذهل بقوه وأن دبلو أركن أداب أبو دعي وحوقي الشقاق الخلاف أصحاب النبي رضي الله عنهم إجماع حكو قارين يقول أمير كوديكا يعني
إذن قاذنية وحي إجمعك قارين إن قرآن كما صاحب له سمي أو قبل كست أما ودن كست الإسلام كان مصحف له ديره مصحف إيو قارقي بري لها ودن كاس مركا مدينة لما مصحف بي يالون نسبي مصحف سيدنا عثمان نفتيسة خاصوها مصحف الإمام بلينا إيو مصحف كلاو رير مدينة لو قري مكان مصحف بلو قري نين برا وحاق قرن مصحف كاق قرن والله دير مصحف كي صحابي وذا سعداء ما كتري قرآن كو هلك كفها فيه قراءة وحاك صباح ليل إلى قراءة أهل مكة ابن كثير وقراءة تضبضاء آية مركي دنبع لون نسبي ابن كثير ما أحلونه وصف لون نسبين يا واحد سيئة وقار ليه ما كور ربا خريجت لكن سيئة واحد لون نسبي دي معلن كيد بوها نكي ويقال ليه بوها وتذكرن غير مكة مركي مادان قراءة أهل مكة لك قادين جي الشام نسيدو كاري من صحابي الله ديري إيه مصحف حشي مصحف كاودي صحابي يقول السعودي ماشي أي كفريستي مبرك الناقل إلى هذا الدولة أنا ماشي حشي مصحف كاودي فريستي مركب مصحف كاس أهل الشام بل ومصحف أهل الشام قردي أهل الشام وحمرك الدنبي رمزي النقضي علامة ابن عامر ابن عامر وحجاب كرس وبحي ماها وأن قرآن كي صحابي قاودي صحابي قال إما نبي وكقاتل مباشرة عليه الصلاة والسلام أما أحد الصحابة الكبار سيد عثمان بن عفان علي بن أبي طالب أبي بن كعب رقي وويناية القرآن كالذي قال إنجليا صحابة النبي رضي الله عنهم قرآن إما وحي أهاي المباشر توس نبي وقاتل إما وحي كقاد إنجليا أحد الصحابة المشهورين بالقرآن سيد عثمان بن عفان رضي الله عنه سند بذنبا قال القراء علي بن أبي طالب سيد وكالي رضي الله عنه أبي بن كعب دواب مقرئ وينا النبي وأقرأ هذه الأمة ويل مركز صحابة إما نبي قادم جرين توس وإما حق قادم جرين أحد من الصحابة رير شام نسيد وكالي مصحف كاس يا صحابي كاس مصحف كان وحاسو قري سيدنا عثمان يا صحابة دي بإذنه بالو صوت دي صحابي كاس مصحف كا حق قرن أيو سون شريك يعني أيو نشري ومشى وقف فيه فهذا هو الأصل يعني وكل ليها قراءة أهل الشام يعني قراءة أهل البصرة أبو عمرو يعقوب ملك لك ميكيل ومصحف كي لودري هي صحابي بعد كذلك الكوفة ابن عاصم حمزة كسائي مصحف خير راحل ومصحف أهل الكوفة قراءته مطابقة لمصحفه مصحف كي لو صدري مصاحف تاسي مركة واسق وضمت كل يوم قرادة إس خلافة إيسا ملك إيه مالك مثلا كل مصاحفته بلا ألف يقرت ألف ملك ميمك يلابك وشبيا مركة قول هذا مالك أقردي مصحف كمين خلافة مين خلافة لكن وي وافقه وحيسو وافقه تقديرا تقديرا حلو جهدا مدام مصحفك حروف بدن ألفات بدن لقوي ومع ذلك الواقع سيد الرحمن ميمك ميمكاس ألف تكذب بيس وهي كوانتا مصحف قري مجر ولكن وح أخري الرحمن مجر كلهم قرأوا الرحمن كذلك بسم الله كذلك العالمين ألف تيدو وكوانتا لذلك وكوانتا لكن الواقع اتكتك في مجر كما دام إساس تهي كان مالك أقريي عنده مثل الرحمن ثبتت رواية سندا مصحف كينا موسى خلافنه لأنه من بضن بألفات فقوان لكن كان ملك أقريي وافقه تحقيقا سيدة يتابع وافق مرك قراءات كوا سيدس إما تقديرا وإما تحقيقا تقديرا مرك الوليين وأن حروف نوع عاسى وأبدا مصحف كإن لقلقوا يا ساعة الأولوى لكن واحد جنة ماله أين إسوافق كان المساعدة تقديرا احتمالا إيه تحقيقا مدنا لأين سرتوبة بسم الله سيدة
سورة آل عمران سورة البقرة كما باللغة. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقالوا اتخذ الله ولدا مصاحفة كل غير ساس القرآن. وقال واو إلا مصحف أهل الشام مصحف في شام لوغر واو وقته قوم جدي. قالوا اتخذ الله ولدا مركا إيش معناها أنا وحوه. قالوا اتخذ الله ولدا أو أن وهو ذنب هكذا أنزل الله إلى أساس سود الجيل سبحانه وتعالى. وقالوا اتخذ الله ولدا وسود الجيل بضبط قال له سود الجيل سود. طيب صحابي صحابة النبي القرآن كقاضي كأخرسته من نساء سنين كبرى من نساء سنين مركي دنبي القرآن كان له تدوينين هي بين له نوع عاصو كلا أن احتمال يسحن بالين مصحف تلوك على سواء مثلا مصحف أهل الشام مصحف أهل المدينة مصحف أهل الشام. قالوا اتخذ الله ولدا بدون واو إلى الوقر صحابي ياسن ساس سنغلي سلا سنغلي قرسي رشان. كذلك سورة أهل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم مصحف كأهل المدينة هي مصحف كأهل الشام لبضى بوابلا واو سارعوا إلى مغفرة. هل كاوا شيء كبير وقصف سنوحا إلى علم الرسم رسم المصحف كعلم وينوي مصحف كان أسكاخرنا أسكاد المريش عجائب كجرت لا أوفر سنة عجائب كبه لا كلمة دود وإسكسي أقر وإسكسي لو له أيا لبسي أقر هذا ما لسعته سبحانه سيل أقر سبحانه إيش يذكر سبحانه سيل أقر مصحف سيدر هجاد ما مصحف كسل أقرأ حد ينوك ما لسكت درام سؤال خلك ولا سكت درام حد ينوك وسكت درام القرآن كله ما أساس إلا ملك لي إيش هتما تغنى في سورة الإسراء قال سبحان ربي أما قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول سبحان ربي ألف كتاب ليش محالك لو كتاب لم يكن أصحاب النبي أساسه حيك قد وانت هيتاني كوا كلا وحيك قد وانت مجد نواقي واسكمي قراءات واسكمي لكن هل كان ألف بيانتي صحابة باساقرتي سيدنا والغور رعاية لما نخلافي كرب. أما معناها أي وحي بلي جهدين إن شاء الله بركي جنة الله تغلو جديد هذه جنة الله لكن أدوك إنت لجوب لما قرأك تليفون أسوال الله يمسا فهمك ده كده بنا يعرف يعني إنك سارة تسألك يعني أديك على تشويش فكنا بارك الله فيك. وهكذا بركة ما له فرق هذا يعني هذا بسم الله سبحانه وفضل ما بعد ياسين كم مسكو ما له مسكو حليلة مش عباو الحياة بعد ياسين كم مسكو يلا نسوما بسم وبسم الله فقط لكن بسم ربك سيدي قواعد الإملاء هي بالقرء بسم ربك محل القرء ألف لوتان اقرأ بسم ربك ألف بكتان لكن بسم الله ألف كوتان ألف تثنى محل لوقوي همزة الوصل تثنى لوقوي واصل لوقرء وأهل الصحابة ذي يسمون مركع علم الرسم هو علم وين كتبها لألف إمام الشاطبي كتابه ليه هي القصيدة الرائية اللي إذا صدح بقول ولا ببيت له يعني وشاطبية ورائية شاطبية اللامية وقراءات الشعب ابن الجزري سيدوك الكتب كألف يعني ماذا ينبض الكتب كألف وعلم وين واسعة لكن أنت تجويد كخصيصة أيها وحيتهاي تابنيسة بمعنى تجويد مقطوعة يا موصول كاس يعني في باب الوقف والابتداء. لذلك إمام ابن الجزري رحمه الله في باب الوقف والابتداء مقطوعة يا موصول كبشير يعني في ماذا كلاكوان هي في ماذا حريرسن هدي أدكو جوك سنيسو سيدو جوك سنيسو كلاكوان من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها وتاء أنثى تأذي لدق تاء التأنيث ولم تكن أن أهانن تكتب بهاء من هاء لغري هائنا هكذا أصل كذا يعني تاء الأنثى الأصل وإن نقطه ولغره بهاء لغره
طيب مركا مقطوعه هي موصولك بها بتلك المصاحف هي وتاء انثى تاء التانيث بوجه التي لم تكن تكتب بها انهاء لقرن يعني تاذ انهاء لقرن بمعنى تاء التانيث انهاء لقرن وهي اصل كذا تاء التانيث الملحقه بالاسماء مقع مفرد كالرعسن سيده رحمه هي نعمه هي امراه هي ما شابه ذلك اصل كذا وانهاء لقرن يعني تن سومالي دي قاركو دهان تاقاب يعني وهاء يقدر وهاء أصل كنا إنهاء لو قروا لكن مصحف كوحا كتمد ميلا أي تا دير لو قريبا جرتا مرك ويكو كوبين ويكو شيء انتا سوميل انتا سوميلون أي تا دير قران كو قران تايو أي إسكيل علي انتا سوميلون سيدا في سورة البقرة أولئك يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله وتعلم بقرة ورحمة ربك خير مما يجمعون في سورة الزخرف فأنه إيمان دونها مركة تاد أسوك محا مركة حق تجويدك أي كرحل انتهي وباب كان أدوبا أنت هو في حالة الوقف هذا كل جوكسة سيكون كل جوكسة ليس ورحمة ربك خير مما يجمعون وقت وقف اختباري وحليلة الوجه وكو امتحان وكو امتحان هذا هو امتحانه أنك إلهه كل جوك ستادة سيئ جوك سنيس كيف تقف عليه هذا كل جوك سكوه متابة كل جوك سن مسهابة كل جوك سن ورحمة ميادون المسا ورحمة هذه تاء قرنتا هي مصحفك تأذت كل جوك سنيس ورحمة فضل هذه هاء قرنتا هي رحمة ميادون كل جوك سنيس وإن كان قراض هايسقو خلافين قراض قاركو أي ملك استبهاء كل جوك سنيس إذا أبو عمر وكلي وعمرنا وكله ها تأديرها وقرنا تأم تقابنها وقرنا تدوك جوكس هذو هاء بوك جوكس هذو رحمة إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا الإمام الشاطبي ركو أنتك شيكينا يعني حقا وأبو عمر بن كثير رضا وكسائي كسائي أبو عمر بن كثير تأذى سدير مصحف كتاء وقرن هاء بيوك جوكس هذو يعني رحمة لكن قرنا إذا أنت كلو حفصة عن عاصمة وكله مركز أخرى سوينا التاء تجوزته طيب أنت تصدح ذا بيدي أبو دم بيسا وجه ذا ناظمك رحمه الله تحي نظم ذا ابن الجزري عنوان أنت أكالده يعني كتاب قيس الصوص هذا ككوبا بقول إيا سغال بيد ويا المرينة سوما سيدا حتى إيا قرآن الكلام بقول إيا سغال كبيد نظمي ذا هو كجهل دونه أي يسدح لين بيت وركي وقاب بوسي خارج الحروف هي صفات الحروف هي تحقيق التجويد وأبواب تكون من دونه هي سيدا ألفات كم مرققة هي سيدا راء ذات مر لو ترقيق أنا لو تفقيم أنا يو ضاء هي الضاد كسيدا لو كله سعي وحصولا حشو قال يسمى محرر التجويد والمواقف إيو وقف جاي ابتداء إيو باب المقطوع والموصول اي يرون لحرينا مركا انت اي يصدح ذن بيت قر ربك اها بوس سي سي ادو اغاتو وحا او هدا كدب كاتدون قال الشيخ رحمه الله باب مخارج الحروف مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر مخارج الحروف حروفتا مخارجتا مخرجك وحالينا حرفك ماشي هو كصوب اما مقطع ايش ماشي هو كبو حرفك ماشي وكوبو حرف كست هواء يا سوق قاديسة وكسو بحيسة يعني القصبة الهوائية ماشي الليلة دليل كان هو ذو إيش مرته أي حرف كست وفرقه على أسل كيش ويهي ويهي ماشي وكل ما ضو وكوبو أي مخرج مشوي ولذلك هذا دوني شبالي حرف مخرج يسنا دواته رب حرف كاس سكون سمين بعض أوكله حتى دوني سينا دوقت مخرج كده ما شو يه أب ده أب لبدي بيشين بكو بودي هل كامش أنا كو بودي ويان مخرج كي بعض تاء أت طرف اللسان عربك على دس يفورش كوري جريد ده أت أيا مخرج كده ويا لأن هل كاسو كو باي فهذا أف حد وقاني سامركا باطن الشفة السفلى يفورش كوري عارد ده ماشي أقوم بأي ويان
مخرج الفاه أو واحد قال ليس حافة اللسان مع الأضراس بل مخرج الحرف أي مقطعه إيش وكل ما وكبه أويا هذا ضمن ثنا مخرج كيسه ماشي وكبح واسكا وكرت لأن ماشي وكبايه وماشي وكبحيه ابتداء وكبحيه بركة حروفته قاربة وحاله عليه مخرج قرى قارنا لما مخرج إليه هو لا هو مخرج قرى ليس ذبابة وكلوان قار لما مخرج لمهجنا مركي أي كلام صفة كلام يشان بمعنى مثلا ووغا يأذى سيدة نوعي منظور مركة أين المدية أين أين الربنين مر ربنا حرف مجانسة حركة ذو ذو خلانا كما هو مريد يعني وو الربا أو ضم كهر مرتين أما يا ربا أو كسر كهر مرتين مدية لها حرفان مديان مركة أي مدية أيه مخرج بليه ومخرجهم الجوف سيدة نوعي منظور مركة أيسا مدية أهين وحي كبح يعني مركز مدل بمخرج بليه يأذن وحي كبح يسا وسط اللسان وأول وحي كبح يعني بين الشفتين طيب مخارجها انت هذا قد قال انت طبيعة من مخرجك وشيري إمامك رحمه الله وحاول أكسل إن أدبرته مخارج تاسي وحي لا ذهي مواضع الشيخ رحمه الله شيخ علي صوفي انت بضن مركه هوري انت كتابك اي شرح يسي الجزري كتبت المسلم قليل قواعد اهاب وارض ذو احفي سنجر يعني قواعد اهاب ونو احفي سنجر مركة قواعد ونو احفي سنجر الى وفي ورجري المخارج شن موضع بيلا ذا مركه هوري شن بوس جوف قوامد حلقه وهو قرية روامد كلمات عرب كنوا موضع وما كان سدحات الشفتان وكان أفراد ولا بد بشيء هي خيشونك أو سنقضى وموضع شنا شنتا موضع أي تضبية تبنك مخرج لوك على غيبنا سواك ما شن موضع جوف جوفك وحول حلو جيدا دلالك حبت كمرايا وليس علوش أو من عرق بجر ما ماشي قصب الهوائية سوى مرسى الجوف هي الحلق وهم قرقة هي لسانك أو عربك هي شفتانك أو بشمها هي خيشوب أو سنقضى شنتا موضع با مخارجتا تضبية وانك مخرج وكالا قيب سامية سيدا نين وكالا قيب سامية جوفك هل مخرج بليه تضبية وانك هل مخرج بليه جوف هم قرقونا حلقونا سدح مخرج بليه وامي سيداتي أفر عرب كي أو اللسان طبعا مخرج بليه عرب كي سمارة تاني وخطر سين هاي وخطر تيسو بضا تيسو طبعا مخرج عرب كي شكلي بس محاكو حيقى الشفتان لبا مخرج بليه موضع الشفتان ليلة لبا مخرج بليه ليلة هاي مركاو اي مثال كاس لحية طبعا متكلي أقوها ريو خيشومة وسنقضى وسنمد بوليه مركة تضبية تبنكي مخرج ساسي أوقف سبع شنتي موضع نواد برتي تضبية تبنكي مخرج سي أوقف القيب سنية مركة تفاسيشي ما قوها بفافاهنتي مخرج والبحروف تي سمحيتا لأن أرنت لقاها ضي وسيدي ذي لما تنك حرف عربي واللغة العربي والحكوم حرف من بمخرج كوليه حروف تمركة قار ولا لوي اسكو ابي اسكو يو قروا ولا لو لكن اسكو ابي كريا قروا ولا لو لكن اسكو يو كريا ولا بدا والدي دون ولا قر لا بدا ولا والد من دم وذاقني المادير ولا قرنا المادير كرادوا قرنا كر جلب وي قرنا هو قبيل زوما قر بركة حرف والبحرف كتلي قرابة أولى أي كتدخل بذيه وكجلد بذيه أريد أشرح حكاية كالمين إيسا ما كان مخارج تبرته وحيك فهنسين إيسا حروف تسيسو قشو أو إدغامك إسجلد الله حروف توه هي إظهارك خلف ورد حروف توه أيا فهم إيسا علا ذي ذوه حيث
هذا مركز اللي يقول إيه نون حرف النون وحرف آت قرآن أما اللغة العربية يقول شو نون سيدة نوعي من دونتا لي حرف بكجرة وهد يقول انت بدن هل كلمة أنك مقدر لحداش حرف وفر من لبن فاذا يرادا يمينك ينوك يلامك يبادا لأن كل قد انت سوكي كبعه لو كان سوكي انت سوكي بناك سوحيك تكر سوحيك أي حروف توفض لذلك عرفت مركة أي أبا بيان واللغة برا بيان كو محيك باللغة أتخلنا كو محيك باللغة بابا يا ماما هرت ماما حرم لنا لغة كاستحتم لنا جبان أركي وجو يرير ماما لا حتى هو جبان جو الما يرير ماما ماما بلا ولغة عالمية رم لنا سبحان الله مركة ماما ما ما يو با بابا بابا شو ما نزك بالعبا ليش لأن وحوص وسكية بناك سوحي أوفر دقائق هذا أي بشمها عرف طرف اللسان وحجة ونوك يا راضي يا لانك طرف اللسان مركح حروف المدلقة علينا كذا بين لغة منطقة أنت بدن هالكلمة كمان ما غنى نوك بل وجدها هي نوك مركو الرقم سيد حروف قرابة أليها هي سيد وكل فوقها هي أي إظهار في إدغامك هذا ما كان نون كرب اللي يقول إياه حروف الحلق وأين الإظهارية لأنه كفوقه نون كوا طرف عرف قارك شو حلق حلق نتيجة اللي هذا فوق نقول لك هذا فوقه واللي بيسأل وش يكل فوقه همزية هذا أوفه وأقصر حلقة كبع حيس همزية ها نون كم مجل كران دي ما راح لقاها تو مجلش مجلين كرتي من حميد من ما لكم من إله غيره من هو نونك هذا قل مجلين كرتي لأن هلك شخص الحلق وسط الحلق له شو حجوا سن مجلكم ح يعينك هذا شكل سوود إذا نون إذا رحقة سن مجلين لكن غينك يا خالد ما دام يسود وهذين وأقصى الحلق أيهين ما يش إن أدنى الحلق ما يش أصوص قيس أو نونك وشو حتى أيهين وانا قرين كرا ومن خير وليك الله من ما لكم من إله غير وليك الله وانا الأخرين أبو جعفر الأخرين وقراءة طبنك متكمل ساسو أقرنين ما لكم من إله غير وليك ما تنفقوا من خير فإن الله في عالم ليش لأنه قرين كرا وصول دوال عرفوا البنت قصوا سكي إلى لقصوا قالوا نونك مركي اللي سوء قال راء يا لامك أبو قرصو ما يعني واو ولا الرسمية مركه حواء وكل رحم الميبة مركه نونك لما بتشيلي ولم يكن له من ليه يكن له يكن له من ليس لا نونك ما بتشيلي سن من ربك هذا من ربك أول نونك أبو قرصو حاكني ولشدة القرب هذا أسوله به إن أنا ولا الرسمية مركه حروفه مخارجته هي صفاتك قالوا حاجنا مخارجتك كولا لور وصفاتك كل الدول قالوا حاجتك مخارجتك هي صفاتك أي مقرر إيساء سيدا سوكال مركتاس يكون فايدين إيساء قال الشيخ رحمه الله مخارج الحروف 17 على الذي اختاره من اختبر مخارج الحروف 17 روح إمامك قررنا يا هلكا مخارجته إني تضبية ومن مخرج أي ذاهي مخارج الحروف حروفت مخارجته وسبعة عشر وتضبية ومن على الذي يختاره من اختبرنا مشيريا إن مسألة داسعين مقطوعة إن مختلف فيها أيضا أو ليس خلافي لكن سيدة راجحة أي كان خبير كفني كان كل قضي وقرري إن تضبية ومن قاعدتها على الذي على الوجه الذي بأقدر وجهي أو يختاره دورني من اختبر من سار خبيرا بهذا الفن فني كان خبير كل قضي وإسجع سجيري وحي لم يذي مرك هل كاو حكسا حكوت سنية إن مسألة داسية مختلفته اختلاف كان واحد كاني بعض أهل العلم وحي قررين إن مخارجه هي أفر يتبنت عليه صدح بمشك قوي أو نونك هي الرادة هي اللامك هي هل مخرج كدقة ومش الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وليه ومن طرف كن الثلاث لقطرب ويحيى مع الفراء معناه قولا ومن طرف طرف باء هن صدح ذا سلامك يراد ينوك
لقطرم الإمام القطر إمام قطر بن أورنجري نحو كبيرها يا يحيى الفراء إمام كي الأورنجري أي كتها جيم وجدة بمعنى أئموها وين أيا نوك يا الرادة يا لام هل مخرجك عبري مركا مخارجتي أكتو ذو حين لغطي فضبية طمد ما إيسان ما هو حين لغطي مركا أفرية أدام أي كقوين يعني مخرج هل مخرجك إلي يعني تأس لكن على كل حال سيده إمام ناظم في قدورتي وتضبيه طمن تضبيه طمن كان تفصيل هذه بالله فقال الشيخ رحمه الله فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي وحكى بالله موضع فرين ذي شيء أه موضع الجوف جوفك مخارجتي سوى أمسة ومخرج قراء محاك بحا صدح عرف صدح ذا سكو شيء فألف الجوف جوفك ألف تيسي يعني ألفت جوفك كبح ذا بوجه لكن لأن الألف ملكة لم يلقيت ما تكتب هذا هو تأذي شيء وهو إيا هذا مربي أي مادية أي سنقول إنه غير مادية أي هينه أي ملكة هذا لكن ألفت ولي قدوة مادية ألفت ولي قدوة الربان تهي ولي قد حرفك حركة كوه الرئيسانة وفتح اسمه بديش ومركة ولي قد ألفت ومادية ألفت إيا همزة هسكو قصر سو ما لذا قال هسكو قصر هو ألفت إيا همزة إسكو ما لينا إلي مدة إسكو مدمع همزة تن متحركة تا إي أو مركة ذا همزة لها ألف لما يلعب ألف تواتن ريضة وقرؤو كهرية سيدا قال يا مالا يا باعة يا طالة يا وحي لما تاس ريضة يفتح ذو كهرية سيدا إن وليد أن حركة ذا أقبلين أي ألف ليلة مركة وهل يسكون حقساء ضد باق يعني أم لا يلبضوا بيني إن كستقوا أئمدي هو رقاركوت حتى تجاوزا اي سقم عابي جرين امزده الفكم عابي جرين في بعض المرات لكن اصطلاحا المجودين تي محققين تساس الطلب احسن فعل مرك الف الجوفي فالف الجوفي جوفك الف تي سي واختاها لبدي سي ولا وحو اجدا وغي ياد ان الى ولا ليهين او ولا ليهين الفته دي هو مساله مشهوره ومعروفه صدح راس المد اللي جليها الفت الريبا يقردو كهر مري سيدا قال أو كلا وو غريبا ضم يقودني كهر مرتين سيدا يقول أو كلا ألف أن يأذى غريبا كسر ما هو كهر مرتين سيدا قيل أو كلا صدح لاسع حروف المد ليلة باب المد بينه وقي من دونتا مرك حروف المد صدح لاس حرف المد قال مخرج كود وجوفك فألف الجوف وأختها لبدي سي ولا الواو والربان وضمد كور مرتي هي ياء الربان كسر كور مرتي وهي سدح راسبة حروف مد وهي وحروف مد تنتهي وحيكون ما ليس للهواء لانتهاء الهواء هوذا دمات كذا كل ما لا ما ليس بمعنى جوف وحي كسر بعضه ما يكون جوي سمله دام أدوات بعض إني بشي ما كوجو أب تأذين أك هل كأيكو قويسو لكن إيو وصبح يا من الأمانة يا مقو يا إلى هوذو أي قوضو بمعنى ساسة أولانا إساء ما تقولن هل كان إلى قول يا كتكتك واسكوا ذي كتا هدان أدو هوذو كعلمان نفس كي يسجيب هدو كعلمان لكن واسكوا ذي كتا مكملك سجوك ستمال اسكجد وهكذا إلى الجوف تنتهي لانتهاء الهواء وأنا حروف كما قرنا يساء وقو رخوة أوجي لحسنه لو أذيك سدو ورحنت قرآن كما قرنا الأغرين أيو يوم قرنا يساء ذاتك قارك أنا الشيد أيو يقوك لإسكه يسي أيو وحاسو الرنبا وحي أذيك سدان وحروف المد حروف المد هذين جرين عدكم مقر حسنه لأن إيقا جيد انت إيقا الدويد إيقا مطباتك إيقا ميلهاس سيداس ليه ليه انت له ثم قرن لان مالي كوجو سنه من حروفك له مركي بو اسكو بويس حروف المد بالليل حقيقة صوب احدى من الجوف تنتهي بانتهاء الهواء طيب سد احداث حرف حروف المد بالليل مخرجهم الجوف واحده بات مدكم كويس ما يدي باتكم لما هي ضد كاس ان سومالي دو كله حرف حروف تاس كم بدا ولا ضد كاس شينها حرف حروف المد بالليل لما هي ولا ضدك جبان جوجا وسند بيني وحروف رخوية وسهلة ومجفورة بيدك جوج سنين سملة جا
جوفك كسو بحيسة تنتهي بانتهاء الهواء حتى حولها انت بضن يجا استعمال انا حدا حيوانات كما كذا مثل وحروف المد ووحي كان روضه كالعاده هي كان كله استعماله لحروف المد لان ملك له مقطع كلام من الجوف الى الخارج هو مركه وحروف المد اي لله. طيب ثم لاقصى الحلق همز الهاء موضع النبات بالصوت عليه ثم مركه قديم لاقصى الحلق وحا اصفق نادي همز الهاء همزيها أيا وقول جم ماشى أوفى شيء سأصغنا وأقصى الحلق وقول جم ماشى أوفى شيء طيب بسم الله دي أنا وقول جم هالكن رهنو ماشى أوفى شيء سأل كسو كله نقرأ إسح همزة إيه هابا كبحنا وتحرير أصو شيء نحرف كدرة مخرج يصير أدواته رب ربنا نصمم مركا ترى أحد أركيسة يا هالكاسو أقصى الحلق مكبحي ثم لأقصى الحلق همز هاء أقصى الحلق يقول ما يشأ أغوش شيء يعني بمعنى بما يلي الصدر لابت سيحي له حق الشيوة كل ما كان لابت يعلوش يوحي سيحي أقصى ووافقه واسفه أدنى لوحا للكوان بناك سوحي له يبش مها حقه تشوحي له أدنى لها حروف تساسل خمسين أقصى الحلق يقول ما يشأ أغوش شيء همز هاء بقى ثم لوسطه دحذي سنة فعين حاء عين يحاء أع يأح وكذا وقرقة نحبر تنكيسا حرف العاء عين وحرف الحاء ولا بذا حرف انت بنلقو كرقرته تدك عجمته يدك عربها أي عجمي حاء عامله حتى هذا دردت اللغة يفجرته هذا يعينك حرف الحاء وحرف العين وحيقبض من تأسل كذا وعربي لماذا هذا حرف حروف تأين كل جرينة وحواية لغة تأين كل جرينة انت بضن وحواية ومقران يسا ولكا عينك إيا حادا وارك تأينك مكوان بلها نجوغ وكل ملح انجليز كم ملح سوما أبدي وكلية أبدي يعني عبد مرده كرو دي ماذا حلقة سومي سوما عبد مرده كرو وإنه أبدي لك أحمد نوائل إلى سمع يا محمد محمد ماذا يفعل حرف حرف الحاء لغة دي سبق مجرد لغة دي سبق كمان إذا يعني حرف الحلق يعني الحاء والعين حروف الحلقية خاصة الحاء والعين التي تفرق بين اللغة العربية وغيرها أي حلباس حرف لغة قال لنا معناه وحوي عجم ذا الحمد لله بالنسبة للصومال انتو هذا بدن وصومال ذي حاذي عينك وكفي عين لمن هايو وكفيين اللهم إلا ذاتك أفمي ميل أقوان ذاتك سيئك وحوه حاذي عينك جهدي إدلالي وبهي سيئ وكنا أن هذا صدر سعوتها المدرسة والمدرسة وحيائي شاملة لكل صوماليين الكستة لقى إمن جلي صومالي ما الكستة يعني واحد أركر تشرق أفريقيا عبدالله نوى قوذي إمن جلي مركا قال أول بها ماشي كاتم علاه إذا ذكرناش ذات كان أو أفهمي بيدا وهذا وأهل القرآن ذات القرآن هو واحد تصدقه القرآن كم ماشي اللي قبل رنجرين إيه ماشي كلي مدرسة واحد سومالي ولن القرآن كذا وانتبه به هنجر تجويد كودنا إيه القرآن كان تحسين كي سنة إيه وفعة سومالي أنا أهين هذا يعينك إلى دبعتك هذا يعينك مشكلة وينك قطع حق عين ملك للذين هادوا يهرفون الكلمة حق عين كيف مشكلة كما لا بدا حرف يعني ولذلك في لهجتهم وهذا هو العادقة محمد مرهان محمد محيدا المثلة مد مد وعي مد اختصار سحة هذا سوق عرض مد مشكلة جوارك أحمدنا أحمدنا كلمة بالأوريجين تغريب بركة على كل حال أرضها نارك جري كتم هذا للعاش لكن ماها معناه مستعصي ماها حير منه الودة دار وكينه يردي الودة دار وكينه لكن تجويد ككلم إذا كفي عن قوة وكونفورت كلكو حفظه وحقيق إن قلوا إنت ما يميد كجد ويه سومالد إنت كالورنان ويكجس حسينه حرف محاجر القرآن كإكجوين سومالد كل وقت
ولم يكن له مشكلة، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، له له ملك السماوات. وبتر حرف حرف قرآن لقويوي سومالي ذكروا ربا كسما إلا أهل ميمن الرحوين وما حولها له كما تقال وليه هذه همزة كذن بيش إنه ومدين وكما تقال يا ما ربضن أيوه ما مدود كي ما ربضن أي آدي آد أي أقو في عينين لكن حق عينك يعني وبعتوينا كذلك جرتي لكن إن شاء الله مع التحسين ومع التجويد